عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الفنان ميدو المصري. حبيت النهاردة أعيد عليكم من خلال منبر جريدة أصوات وكل روادها، وعايز أقول إن شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة علينا كاملين، وعايز أخص بذكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله والعائلة الشريفة، وعايز أهني كل إخواتنا وحبايبنا في المملكة المغربية، وعايز أهني كل أحبابنا وأصدقائنا خارج المملكة من الوطن العربي كله ومصرنا الحبيبة. عايز أقول لكم إن شاء الله بإذن الله السنة دي تكون سنة خير علينا كاملين، تنعاد عليكم بالربح والسعادة والهنا. أخوكم ميدو المصري. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.